السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني متتبعي قناة كريم تيك. في هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بتغيير شاشة لهاتف انفينيكس سمارت 3 بلس. قم بفتح الهاتف أولا، نزيل أولا حامل الكارت سيم، هنا الشاشة التي سنستبدل، نكتفي بهذا القدر. نزيل البطارية، كما سبق لي أن حذرت مرارا وتكرارا، فهذا النوع من البطاريات ينفجر أثناء إزالته، يعني الحرص، كل الحرص على عدم إحداث أي ثقب في البطارية حتى لا تنفجر. قمت برفعها، استعمل هنا سائل محلول جيبيتير، نحرص كذلك على أن لا نستعمل أي أداة حادة من شأنها أن تخرق البطارية. لاحظ إخواني زيلة البطارية، هنا الشاشة، شاشة مكسورة. عليكم السلام. بعد أن انتهيت من إزالة الشاشة وبقايا الشاشة المتكسرة في الحواف، نأتي إلى تجريب الشاشة الجديدة قبل تركيبها بشكل نهائي. الله أكبر. بسم الله.
الشاشة شغالة، نقوم ب تثبيتها بشكل نهائي. نتأكد من عدم بقاء أي طرف زجاجي أو قطعة زجاجية قد تعيقنا أثناء تركيب الشاشة. ثم بعد ذلك قم هنا ب زجاجي أثبتنا الغراء في الجوانب، قم بالضغط على الشاشة من حوافها حتى تثبت. بعد أن انتهينا نقوم بجمع الهاتف ثبته وبهذا الشكل نكون انتهينا من تركيب الشاشة الخاصة بانفينيكس سمارت برو. اتمنى يا اخواني الى عجبكم الفيديو تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، اللي ما مسجلش يتسجل معايا ويضغط على زر الاشتراك من اجل ان يصله كل جديد، وكذلك الجرس من اجل توصلوا الاشعارات، واللي عنده شي تعليق او شي سؤال يطرحه في تعليق نجاوب عليه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.